قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم بإلهي. بني آدم كوان كرامين بإلهي، حيوان كلا وكدوية. ولقوله صلى الله عليه وسلم رسولك روحي: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. مؤمنكم من نجاسوب هدو نولي هيا هدو دنتو مركا واسك داهر وي بني آدم واسك داهر وحي نجاسو أصيا كسو بحي وحيالا كسو بحي أما سحردي أما كاددي أما ديجا وحيالها كسو بحي أو نجاسة أو نجاسة كسو بحي سابا إني كتابة مرياني جركيسو كما نجاسيني حتى قالك قفك بني آدم كا هدو نول يهائي هدو دنتي بجركيسا حدا تابتو وأما دو قيل وكتابتو أما أسو قيل أتابتو جركيسو كما نجاسيني وحيالها نجاسات كسو بحي بإني كقاران مرياني وحلقة الله يهدو وداتو وحلقة الله يهدو وإن آدم كواسك داهر إلهي با يعني كرامي وحيوانك كالكدوي تركي سوى اسك داهر وي هدو نولي هاي نوا داهر هدو دنتر ميتدي سو نجاسة ماها بن آدم كميتدي سو نجاسة ماها لالتابط مركا أبو هريرة رضي الله عنه يا مال رسولك عليه الصلاة والسلام مال سأصعد ودو أصعد أبو هريرة نحن أبو صعد وأرك رسولك إشي ساكو دعا أبو هريرة مركاسو مركب هذا المال وسكال لابين موجي هواي الرسول كان قصوا بحيو مركاسا هذانا اختنست وأك جبدي وأوجي يبور مال كلا كلا ما يبو عبار مركو كم غناب الرسول كويبين مركاسو ده وهرير هذه قصوا منا ترى وحنا داود أركي هاي يا رسول أنت أدى الرسول كإلهيو ظاهر ما نهينه جنابا قبيو أنا ظاهر هين إن كل صعود أو كل فريستان ديزي وأم بحيو وسوق بيست مركز سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا قفكم مؤمن كأدون نولي هاي أدون إن من النجاسة ما جنازة جنابة يوحن واحد ونين عبادة دي صلاة دي إيه تكلم بيكون دي يسمو يعني واسك داهر قف داهر مركز واسدا